اختاريت لكم في هذا الفيديو نكت بالفرنسية باش نزيدو نستأنسو باللغة الفرنسية ونضحكو شوية. اون كومونس. لانفير اي لو مارياج. لانفير اي لو مارياج. الزواج وجهنم. لانفير وهي جهنم. Une fille demande à sa mère. Mon fiancé a demandé ma main. هذه واحد البنت قالت لمها demande قالت لمها demande à sa mère قالت لها بأن mon fiancé الخطيب ديالي mon fiancé راه طلب إيديا. Mon fiancé a demandé ma main. La main وهي إيديا. الأم دابا سولتها قالت لها il te plaît. Il te plaît. واش عجبك؟ demande la mère. يعني ما قالت لها واش عجبك؟ البنت قالت لها وي إيه عجبني مي ولكن وي مي il n'y a qu'une chose qui me tracasse. عجبني ولكن كاينه حاجه وحده لي مبرزطه ليا راسي. il n'y a qu'une chose كاينه حاجه وحده qui me tracasse لي مبرزطه ليا راسي. il a des idées bizarres. عنده واحد الافكار غريبه. الى ديزيدي عنده واحد الافكار بيزار غريبه. il ne croit pas à l'enfer. عنده افكار غريبه ما تيامنش بجهنم. il ne croit pas à l'enfer. ما تيامنش بالجحيم. قالت لها ما qu'il t'épouse et il y croira. qu'il t'épouse et il y croira. قالت لها هاي تزوج بك وغادي يولي تيامن بجهنم. هذه واحد النكته اخرى في المحكمه. ان نوم اي اون فام سون دوفون لو تريبونال دون لو كادر دون افير دو ديفورس. هذا واحد الراجل وواحد المراه. ان نوم اي اون فام في المحكمه امام القاضي دوفون لو تريبونال دون لو كادر في قضيه ديال الطلاق دون لو كادر دون افير دو ديفورس في قضيه او بخصوص قضيه الطلاق. لو بروبليم اي دو سافوار كي فا اوبتونير لا غارد دو لونفون. المشكل وهو بغاو يعرفوا شكون اللي غادي ياخذ الحضانه ديال الطفل. كي فا اوبتونير شكون اللي غادي ياخذ الحضانه لا غارد دو لونفون. ليبوز سو ديفون لا بروميير. زوجة بدات تدافع على راسها هي الاولى. لا بروميير سو ديفون يعني تدافع على راسها هي الاولى. قالت فوتر اونور سعادة القاضي. فوتر اونور جي مي او موند سيت انفون افيك دولور اي ترافاي. قالت له سعادة القاضي انا ولدت هذا الطفل. جي مي او موند انا ولدت هذا الطفل افيك دولور يعني ولدته بالام وبمخاض مخاض الولاده وكذا. الي نورمال كو جون اي لا غارد. قالت ليه قالت للقاضي قالت ليه راه من بطبيعه الحال خصني انا ناخذ الحضانه ديال هذا الطفل حيت انا تعذبت وولدت ويعني ودوز داك الام المخاض والولاده. لو جوج سو تورن فيغ سون ماري اي دي. القاضي دابا دور وجهه للزوج وقال ليه كافيفو ادير بور فوتر ديفونس. كافيفو ادير بور فوتر ديفونس. قال ليه القاضي قال ليه كافيفو ادير اش غادي تقول في الدفاع ديالك باش غادي تدافع على راسك الشريف. كافيفو ادير بور فوتر ديفونس. الراجل هذا لوم كونتمبل اوتور دو لوي ان مومون. قاتي دور وجهو تيشوف بشوية كونتومبل تيتأمل بشوية أوتوغ دو لوي أن مومون. بقى واحد شوية تيتأمل وتيشوف بوي سو ليف لونتومون. واحد شوية وقف بشوية. فوتر أونور سعادة القاضي سي جو مي أن دولار دون أن ديستريبيتور أوتوماتيك. قال ليه دابا أنا حطيت مثلا حطيت واحد البياسة ديال الفلوس واحد الدولار حطيته في ديك الماكينة الأوتوماتيكية ديال المونادا وخرجت ليا مونادا يعني كانت ديال كوكا كولا. خرجت ليا واحد المونادا أكي لو كوكا كولا أبارتيان تيل. قال ليه ودابا ديك المونادا اللي خرجت ليا ديال من؟ واش ديال الماكينة ولا ديالي؟ à la machine ou à moi.
مجاب هذا الراجل هذا. نكته اخرى، لو بوشي وهو الجزار، لو بوشي وهو الجزار. C'est un jeune homme qui rentre chez le boucher et qui lui dit. هذا واحد الشاب. C'est un jeune homme. هذا واحد الشاب دخل عند الجزار. Qui rentre chez le boucher. دخل عند الجزار وقال له. Et qui lui dit. وقال له. دابا الشاب قال للجزار. الشاب قال له: Bonjour monsieur. صباح الخير يا سيدي. Je voudrais la main de votre fille. قال له: أنا طالب راغب إيد بنتكم. Je voudrais la main de votre fille. طالب راغب في إيد بنتكم. الجزار جاوبو قال له هذا إلو بوشي ريبون أوكي أفيك أو سان زوس. البوشي قال له أوكي أفيك أو سان زوس. البوشي دابا الجزار هو صافي عنده عقلها في تجزرت. قال له واخا سيدي، واش بغيتي يد بنتي بالعظم ولا بلا عظم؟